على الاجور، تقريب ضيوف حنا في رمضان كلهم يتجنبوا الهضر على الاجور. شحال الكاشي تاع ممثل في مسلسل درامي؟ خليني من المسرح وظروف المسرح كلنا نعرفوا. ما تو ديبون، تو ديبون على الممثل. شحال يخلص العام ريك عوان في مسلسل درامي؟ هاني جاي دوك نقول لك. تو ديبون على القيمة تاع الممثل. ميزانية العمل. هذه ميزانية العمل تدخل في البلعطة تاع لي بروديكتور. هي اي بروديكتور يبدا لك الهضره هكذا. عمرك ما راح تلقى بروديكتور يبدا لك يقول لك روح تخدم ونديروا حاجه. والله يبدا لك دائما كريم صراحتك العمري يبدا لك. شوف حنا راه ما عندناش من الاول. هذه في بلاصه صباح الخير وعنده 15 سبونسور وما عندوش. والله ويكون عنده مال الدنيا. الاولى ما عندوش. هذه تاعت خدمي وشحال الكاشي. هذه ربنا وانت الغفار. هذه الله اعلم لا تخلصي ولا ما تخلصيش. تخدمي ومن بعد تستني ونصها ما تخلصيش. عندكم عقود ومن بعد ايه ومن بعد باش دير بيه العقد. شريعه المتعاقدين ما يدير والو العقد. طيب خلوه تشوفوا يكمل. ما جابلوش حتى تو توصلي لك كاشي. شحال كاشي زعما؟ شحال هكذاك عطيني انت وانا نقول لك. 100 مليون. لا قليل. لا نصو 50 مليون. لا لا نخدموا ما بين. شوفي نحسب لك بالحجوب. نحسب لك بالاسبوع ولا نمدك الكاشي تاع العمل بشكل عام؟ الكاشي تاع العمل من 800 مليون حتى المليار و200. اي خلعت خمسه. واش تبي نقص لك ولا واش؟ على بالي انا هكا. واش على بالك؟ نقص هذا في المسلسلات الدراميه. من 800 مليون مليار ونص. مسخر بيكم. ما على ما 800 مليون قليل ولا بزاف؟ نقص لكم حبسوا. نقص لكم. نقص لكم 80 مليون. يا مرة تقيموا لك هذا السؤال تقولي شحال تخدموا؟ احنا نخدموا باش ناكلوا ونعيشوا. شحال قلت لك نخدموا باش ناكلوا ونعيشوا يعني باش تشري الحليب وتشري الخبز وتشري سروال تعيط به. لا بالدرجه هذه هي يعني قلت له كش ما كش ما تشري طوموبيل. لا بالدرجه. لا العمري هي 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 التقنيين عاده في الاعمال الدراميه والكوميديا لافيش تكنيك. لافيش تكنيك اللي راه حاطها البروديكتور حاجه. الكاشي اللي راه في لافيش تكنيك حاجه واش تخلصي حاجه اخرى.